حسين يا غريب. حقيقة حتى اليوم، اليوم صدفة، اليوم كنت أسمع الأخبار، الأخبار فوقعت هذه، وقعت يدي على محطة فكان يتكلم عن المباهلة. قلت سبحان الله، هذا يتكلم عن المباهلة علما أن كل كتب التفسير بالإجماع إذا ذكرت المباهلة لازم وبالتأكيد وبالجبر والإثبات يذكرون أن رسول الله خرج مع أهل بيته، أخرج معه علي وفاطمة والحسن والحسين. لا يوجد أحد يشكك بهذا، ولا واحد من المسلمين يقول أن الرسول أخرج نساءه أمهات المؤمنين أو أخرج غير الحسن والحسين فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم فاطمة الزهراء أخرجه. لم يخرج معه أبدا، لم يخرج معه واحدة من نساء، من نساء، لا أم سلمة ولا زينب ولا عائشة ولا حفصة ولا ماريا القبطية ولا واحدة من نسائه، ولم يخرج حتى عماته عند صفية بنت عبد المطلب ما أخرجها معه، عند عاتكة بنت عبد المطلب ما أخرجها معه، عند فاطمة بنت أسد ما أخرجها معه، لأن فاطمة بنت أسد ماتت بعد المباهلة، هذه للعلم يعني تأملوا، ما أخرجها معه، أخرج فاطمة الزهراء وحدها لأنها هي سيدة نساء العالمين وهي الأولى وهي الآخر. أتأمل العبارة. ولم يخرج معه من الرجال سوى علي أمير المؤمنين، لأن الإمام علي نفسه النبي. فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. بس أنا اليوم لما كنت أسمع هذا المحطة يتكلم عن المباهلة ومصورها تصوير الجمال والإبل وكيف جايين للمباهلة والرسول خرج للمباهلة، لم يذكر أهل البيت أبدا. يعني عملية تغييب. أنتوا الشباب انتبهوا، أنت لما تفتح التلفزيون وتشاهد المنظر يجب أن تفكر. شوف هذه عملية تغييب للحق، عملية تغييب لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا نص بالقرآن الكريم موجود، مع ذلك تشوف هذا موجودة فيه. ليش؟ لأنه يوم من الأيام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة يذكر المباهلة ويذكر أن الرسول أخرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، ثم يقول ابن تيمية يقول والله لو أنه أخرج معه الشيخين أبا بكر وعمر لكان خيرا له من أهل بيته. هذا طبعا مو هجوم على الشيخين حتى تخاف من كلامي، لا هذا كلام عادي يعني فكر، فكر، هذا حوار، حوار فكري. زين انت ابن تيمية يسموك شيخ الإسلام اسم الله عليك، وتشوف نص بالقرآن موجود، نص الله يقول له، الله يقول لحبيبه المصطفى يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله أمره بإخراج هؤلاء والرسول هو عمله حجة. كيف أنت تقسم بالله أنه لو أخرج الشيخين كان أفضل له من أهل بيته؟ وهذا في كتاب منهاج السنة. فهذه المحطة الإذاعية اللي تعلن أن ابن تيمية شيخ الإسلام هي اللي ذكرت هذا الشيء، فصورت الرسول خرج للمباهلة لكن ما ذكرت أهل البيت، ولا ذكرت الحسن والحسين ولا الزهراء ولا الإمام علي.